سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يصلون ويلتفتون في صلاتهم، فما حكم التفاتهم في هذه في الصلاة؟ التفات في الصلاة مكروه، قال صلى الله عليه وسلم: الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب. المسلم في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده ويستقبل القبلة وينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت ما دام أنه يصلي، يكره هذا، لكنه لا يبطل الصلاة إلا إذا انحرف عن القبلة. إذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، أما إذا التفت برأسه أو بوجهه فقط هذا مكروه. نعم.